واحدة فقط متعددة الخدمات، يعني تقدم خدمات جبارة غير كافية. اليوم عندنا بلدية غزة، بلدية ولاد عمار، بلدية عزيز عبد القادر، بلديات مجاورة إقليميا مثل بلدية بلعيبة اللي تابعة لولاية المسيلة جداوي عندنا سيدي الرئيس، بلدية بوطار. اليوم الجزار الصحة راهي مريضة سيدي الرئيس كما راه مريضة ثاني من ناحية الماء كما حكيت قبيلة. اليوم حنايا أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.